المدينة المنورة، مدينة الجهاد في سبيل الله، ومثوى الحبيب المحبوب وآل بيته والصحابة المقربين والشهداء والصديقين. باب العنبرية، أحد الأبواب الخارجية للمدينة المنورة. مسجد السلطان عبد الحميد بالمدينة المنورة. قبر سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، عم الرسول عليه السلام وأخيه في الرضاعة. جبل أحد الذي قامت في موقعة أحد سنة 3 هجرية واستشهد فيها سيدنا الحمزة. مسجد الفتح، أحد المساجد التي بنيت عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقع في شمال المدينة على ربع من ربع جبل سلع. مسجد القبلتين، به محرابان، أحدهما يتجه إلى الجنوب جهة الكعبة، والآخر يتجه إلى الشمال جهة بيت المقدس. والمأثور أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في هذا المسجد إلى بيت المقدس حتى أمره الله تعالى أن يجعل الكعبة قبلته. بستان ومسجد عروة في ظاهر المدينة. مسجد الغمامة، ويسمى أيضا مسجد المصلى، ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العيدين في موضعه. مسجد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. عين الزرقاء، عين مأثورة يرتوي منها أهل المدينة المنورة. مسجد قباء، أول بناء أقيم في الإسلام ليكون مسجدا، بناه الرسول عليه الصلاة والسلام عند دخوله المدينة، وهو المسجد المقصود بقوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. مبرك الناقة بمسجد قباء، المكان الذي بركت فيه ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام عند آخر مرحلة من مراحل الهجرة إلى المدينة المنورة. محراب مسجد قباء، ويوجد في نهاية جداره محراب آخر يقال له طاقة الكشف. شارع بالمدينة المنورة يؤدي إلى الحرم الشريف. سوق بالمدينة المنورة قبل قدوم الحجاج. سوق بعد قدوم الحجاج. أحد أبواب الحرم النبوي الشريف. القبة الخضراء الشريفة التي تظل تحتها قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه صاحبه أبو بكر الصديق وعمر الفاروق. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك محمد عبده ورسوله. بلغت الرسالة وأديت الأمانة، ونصحت الأمة، وجاهدت بالله حق جهاده حتى اختارك لدواره. جزاك الله عن المسلمين خير جزاء.